انقلب فبراير فبراير قلنا له سلام سلام فبراير فبراير اهلا يا سلام 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 يا سلام يا سلام يا سلام على أحلى كلام موجودين معاكم ونرحب فيكم وحلقة جديدة تبث لكم الحين على الهواء مباشرة من مركز المغاتير التجاري ونعيش معاكم الفرحة فرحة برنامجنا سحوبات لفبراير 2016 موجودين في منطقة الفروانية ويا هلا ومرحبا بكل جمهورنا الموجود معنا هني وأيضا يا هلا ومرحبا بكل شخص الحين قاعد يتابعنا عبر الشاشة الفضية أكيد شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى احنا معاكم في هذا البرنامج ومسابقات والكثير من الأمور اللي راح نعيشها إن شاء الله مع جمهورنا وأيضا في آخر الحلقة راح يكون في سحب على 1000 دينار كاش مقدم من أوريدو للاتصالات بالإضافة إلى 200 دينار مشتريات مقدمة من أطياب المرشود هذا غير الجوائز الكثيرة الموجودة عندي للأمانة قاعد أشوف على يمين هني الجوائز الجاهزة ما شاء الله هذه شوفوها أكيد جوائز كثيرة وإن شاء الله يا رب الكل كل الحضور هني يفوزون فيها معانا طبعا الكل عارف أن شعار مهرجان هلا فبراير لهذا العام هو كويت العطاء ودائما الكويت معطاء لكل شخص يعني نقدر نقول ينشد المساعدة لكل جهة تعاني من بعض الكوارث الكويت دائما تمد يد العون لكل الناس والكل عارف أن الكويت هي كويت الصداقة والسلام والمحبة والخير والسعادة إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله ساعة سعيدة معنا مسابقات كثيرة إن شاء الله معنا وجوائز أكثر تفرح جمهورنا وأي شخص يتابعنا أقول له يمديك تدق سلف تركب السيارة حزام الأمان على طول وتي للفروانية إقبال جمعية الفروانية مركز المغاتير التجاري نبدأ معك مسابقاتنا بعد الفاصل تابعونا طبعا تحية كبيرة نقدمها لكل متابعينا ونقول لهم الحين بنبدأ المسابقات اليوم عندنا لعبة جديدة في هذا الموسم من برنامج سحوبات لفبراير 2016 بنعيش اللعبة هذه مع بناتنا والصبي الوحيد اللي موجود معي هني اللعبة عبارة عن كرة القدم أتعرف عليك أول شيء غلا السالم والنعم والله بنت السالم غلا شلونك الحمد لله شخبارك شو مسوية الحمد لله مستانسة مرتبكة قول الصدق قول الصدق يعني شوية ها زين اللعبة عبارة عن كرة القدم في هناك مرمى حاطينه أنا راح أصير الجولتشي وأنت راح تشوتين علي الكرة عندك 3 محاولات تدخلين علي أكبر عدد من الأهداف تفوزين بأكبر جوائز ما تدخلين علي ولا هدف هم تفوزين جائزة قول إن شاء الله إن شاء الله بأي صف 11 كم نسبتك قول الصدق قول الصدق بيني وبينك 83 كم 83 ابي وعد منك شغله توعديني ان شاء الله باخر السنه تجيبين
100%. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ايش فكرتي وايد؟ ان شاء الله يا رب دائما من المتفوقات والبنات اللي ان شاء الله بيكبرون يبنون هذا البلد الغالي. عبط المايك حق اللي معاك. مساء الخير. مساء النور. شو اسمك؟ مرح. فرح. مرح. مرح يعني الفرح والمرح يعني هما اصدقاء مع بعض. بالضبط. فيهم السعاده، يعني الواحد لما يكون سعيد يحس بالفرح ويحس بالمرح. انت الحين حاسه بالفرح؟ حاسه بالفرح معانا؟ اكيد. وحاسه بالمرح؟ اكيد. ان شاء الله يا مرح دائما تكون سعيده معانا. كم عمرك؟ 17 سنة؟ ما شاء الله عليك، كبيرة مو صغيرة، بس وايد بتيت مثلي انا، يعني انا وياك انا عمري 16 سنة وانت 17 سنة، نفس بعض نفس الشيء. زين، بأي صف الحين؟ بأي مدرسة؟ بأي جامعة؟ بأي شيء؟ بالثانوية العامة. ثانوية عامة؟ الحين أي سنة بالنسبة لك؟ 12. الأخيرة هذه 12؟ يعني دراسة، يعني كل يوم كذي لو 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 لو، وامتحانات ومدرسين وحالتك حالة وأفكارك وايد بعيدة. زين، لما تخلصين شنو ناوية تصيرين؟ ان شاء الله صحفية. صحفية ان شاء الله، زميلة لنا باكر تغطين برنامجنا ان شاء الله بالمستقبل وتصيرين احسن صحفية بالكويت. قولي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. عطي المايك حق يمك. مساء الخير. مساء النور. صوتك مو واضح. شو اسمك؟ جنى. ما شاء الله عليك، وانت يعني مبين عليك كذي حلوة وشاطرة وحبوبة. كم عمرك؟ 10. 10 سنوات؟ اكبر مني. انا 9، على طول صغر عمري انا. جنى باي صف؟ رابعة. رابعة؟ رابعة كم؟ ما عندكم رابعة ها؟ شنو أي مدرسة أنتي؟ الثانية. يعني ما عندكم رابعة أول ثاني؟ رابعة وبس. وناسة والله ترى النظام كذي، ماكو رابعة أول ثاني وثالث، رابعة وبس. قولي إن شاء الله. توصلين إلى 12 مثل مرح تتخرجين، ولما تتخرجين راح تصيرين إن شاء الله؟ ما فكرتي بالموضوع للحين؟ ما هي قالت صحفية. غلا، انا احس راح تصير ان شاء الله يا رب تصير محاميه ان شاء الله يا رب. انت شو تصيرين؟ ما فكرتي؟ لما تفكرين المره الجايه تيجي تشاركين معي وتقولي لي. عطي المايك حق يمك. مساء الخير. مساء النور. هلا بالحبيب، شلونك؟ الحمد لله. اخيرا في صبي معاي هنا يشارك وياي. شو اسمك؟ سامر. سامر؟ سامر شلونك بكره القدم؟ كويس. تلعب هجوم ولا دفاع؟ هجوم. هجوم يعني شويت، يعني ادير بالي منك ان شاء الله. تشجعي نادي بالكويت؟ القادسية. القادسية، القادسية. سمعت يوسف حبيب؟ القادسية. زين، وبالدوري نقول الاسباني؟ برشلونة. برشلونة، زين زين، بتدخل علي جول ها؟ يلا مو مشكلة نشوف. الحين كلنا بنروح بالنص هني وبنشوف من راح يفوز عليه، كل واحد فيكم له 3 محاولات. عطني المايك، ونروح كلنا بالنص وانا الجولتشي رحت فيها. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوا هني ورا بعض بالدور، وهذه الكرة معاي. وخلنا نشوف منو اول واحد بشوت. يلا غلا، ركزي عدل، عندك 3 محاولات، هذا الجول ايش كبره، لا تشوتيني بوجهي وراي برنامج، تعوريني بعدين خلاص اروح فيها انا. يلا 1 2 3، بسم الله الرحمن الرحيم. غلا، هذا احنا يمكن صغار كنا نسميها فينجر، الواحد شوته من قلب، الجول يخاف وانا خفت. 1-0. غلا غلا، ركزي عدل ومو حيل حلفتك. شوي 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 شوي، لحظه شوتي. لا المصور ما له شغل السالفة. المهم غلا أصابت ثنتين ويابت نقطة، والحين الكرة بيبونها بالمحل. دشت يلا، على ما يبونها من المحل أنت دخلت جول، على فكرة جولك دخل المحل، فنحسبك إياها مو جول. هذه الكرة جت آخر محاولة، جبتي بس جول واحد، ركزي عدل، اخدعيني بعيونك، عطيني كذي يمين شوتي يسار، عطيني يسار شوتي يمين. يلا 1 2 3 يا بالعرضة، يا الله ما عليه. 1-0 وحاشت غلا. صفقة ولا تستاهل، أحلى صفقة حق غلا، تستاهل غلا. غلا على الستيج هناك، خليك واقفة معانا هناك عشان أعطيك أحلى جائزة إن شاء الله. ما راح جاهزة؟ زين شوي شوي بالراحة، أنت كبيرة وأنا صغير ما أتحمل. يلا 1 2 3، إيه عبالي بوجهي بتي. يلا هذا 1، يلا ركزي عدل. ما راح يقول لك إن إذا شت الكرة بوجه الجولتشي فاول. هذه ليش رايك بالموضوع؟ يلا بعد مو اشكره يعني عنديدي. يلا حاولي بعد مره، عندك محاوله اخيره. 1 مرح. يلا يا مرح، هذه محاوله اخيره. صارت النتيجه 1 الكل ما بين غلا ومرح. يلا يا جنى عاد يعني وايد سهله كذي، سوي حركات، سوي كذي نفس كريستيانو، نفس ميسي، نفس بدر مطوع، نفس محمد شراق عشان ما يزعل حبيب. يلا شوتي عدل. آخر محاولة يا جنى،
جنب في زوايا بعيده، ركزي على الزوايا البعيده، في فوق وفي تحت. عاد يعني قلنا علمناك بس نطر شويه. يلا واحد، كلكم متعادلين ما شاء الله عليكم. سامر انت صبي، ارجع ورا شويه بعد، ارجع ورا ايه عشان ما تعورني. يلا ايه هني زين، بس شوت بالجول مو ورا الجول، في محلات ورا. واحد اثنين ثلاث، لا من صدق هذا، لا انت فايز خلاص، تعال تعال فايز فايز، ما راح اكمل معك ولا اقول كمل. يلا بعد مره، يلا يلا. سامر سامر ترى الوظيفه مذيع مو جولتي صدقي، فبالراحه بالراحه خلنا نتفاهم. يا ربي يعني صدق صدق الوضع صار، الوضع صار ان اليوم اصابه. شوف انت عورت عليك انت العلاج. يلا اخر محاوله بخلي لك اياها، يلا تستاهل جول. حلو حلو تعال. يلا هو قالك باص بس هي جول خلاص. طبعا نقول لهم مبروك ونوزع عليهم الهدايا ونبدي مع احلى غلا موجوده معانا، غلا يابت جول، نعطيها ساعه نسائيه مقدمه من ساعات الرشيد اللي امكانهم الكويت، مجمع المثنى، السالميه الوهج، الفرواني المغاتير والكثير من الفروع. عليك بالف عافيه يا غلا، خليك معانا احنا خلصنا. وهذه هديه كوبون مقدم من عطورات عبد الصمد القرشي، عليك بالف عافيه غلا، حياك الله، الساعه المباركه. تفضل غلا، يلا يا مرح تعالي، مرح مرح مرح. بعطيك هديه وايد حلوه من روائع جنيف، يعطونك هذه الهديه وداخلها في كوبون مشتريات بقيمه معينه، عليك بالعافيه. اماكن كثيره من ضمنها اكيد بيروت والمغاتير. وبعد هديه ثانيه اشوف لك هديه حلوه، عبد الصمد القرشي يقدمون لك هذه الهديه، اكيد كوبون مشتريات من عندهم، عليك بالف عافيه يا مرح. ها يبا جنى امري ايش تبين؟ هدايا كبار ماكو، صغار اكو بس. امري اللي يطلع مني، تبين تلعبين اليوم وايد؟ تبين تلعبين؟ قولي بلعب. يلا بتلعب. ونعطيها هديه حلوه من شركه ارض الاطفال، مراكز ترفيهيه تربويه عائليه، دعوه مجانيه تلعبين بكل فروع الشركه، الاوقاف شرق، المغاتير الفروانيه، الخيمه مول والعالميه مول بالجهره، عليك بالعافيه. ما خلصنا، بعد في هديه ثانيه ان شاء الله، خلينا نشوف الهدايا، ما شاء الله عندنا هدايا وايد اليوم، اوزعهم عليك، زين؟ وبشوف الهديه هذه شنو؟ كوبون مسبق الدفع بقيمه 153 ديار كويتي مقدمه من عياده تيجان للاسنان، عنوانهم السالميه وايضا الفروانيه، فحيحيل برج حور، الجهره، مبارك العيار، المجمع اكيد، وقريبا في مبارك كبير، عايش بالعافيه. حياك. تعال يا سامر. شعطيك 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 يا سامر. خلينا نشوف لك هديه. سامر سامر سامر. الله حلوه هذه، ها؟ حلو السعر؟ وايد حلو؟ حلو. كوبون مسبق الدفع بقيمة 153 ديار كويتي مقدمة من عيادة تيجان للأسنان، عنوانهم السالمية، مجمع كنان، الفروانية، برج المنتقى، لفحيحيل، الجهراء، وقريبا في مبارك كبير، عليك بالعافية. ما خلصنا، عاوز تلعب فوق ولا عاوز توقف هني ولا ايش تبي بالضبط؟ قول لي. أي شيء بعد؟ تأمر أمر يا سامر. نشوف له هدية حلوة، شركة أرض الأطفال يقدمون لك هذا الكوبون الجميل، مراكز ترفيهية تربوية عائلية، دعوة مجانية للعب بجميع فروع الشركة، مجمع الوقاف شرق، المغاتير هني الفروانيه، الخيمه مول والعالميه مول بالجهراء، عليك بالعافيه، حياك الله. طبعا هذه اول مسابقه معانا، وللحين عندنا الواي مسابقات، وعندنا الكثير من الامور، وعندنا اخر الحلقه سحب على 1000 دينار كاش مقدم من اوريدو، اكيد بحضور ممثل وزاره التجاره السيد عبد العزيز اشكاناني اللي هو الحين قاعد هني، وتحيه لكل الجمهور الموجود، وابي صفقه قويه، ابي احس الجمهور مستانس، ابي علم الكويت عالي، كويت للعطاء والمحبه والصدقه والسلام. تحيه لكل جمهورنا الموجود هني في اكيد مركز المغاتير التجاري، اغنيه وطنيه جميله، ونعود من بعدها نستكمل معاكم مسابقاتنا. عشقي هو الحب واكبر من التعبير، وطني خير قوي القلب وجه المصاعب الصوت، عشقي هو الحب واكبر من التعبير، وطني وطني صداع حقير، وطني وطني صداع حقير.
فتح لنا قلبه ماخذنا بالاحضان شايلنا بعيونه عاشق محب والهان فتح لنا قلبه وماخذنا بالاحضان شايلنا بعيونه عاشق محب والهان حييكم مرة ثانية من مركز المغاتير التجاري وعايشين معاكم المسابقات والجوائز إن شاء الله للحضور الموجودين كلهم معانا تحية لكل الجمهور الموجود معانا هني نحييكم جميعا مشكورين على حضوركم والأمانة ودي أصفق لكم وايد على حضوركم الكثيف وأيضا على مشاركتكم الجميلة ونبي أحلى وأقوى وأرق صفقة من جمهورنا الموجود حق الإخوان والخوات الموجودين صفقة صفقة جمهورنا صفقة يا حلوكم والله جمهور يخلي الواحد وده يقدم برامج مو برنامج تحياتي لكم الحين نتعرف على الخوات والأخو الموجود معنا مساك الله بالخير مساء النور يعطيك العافية الله يعافيك أهلين الاسم الكريم عيشة ياسين عمار عيشة ياسين عمار والله والنعم من وين يا عيشة من سوريا من سوريا يا أهلا بأهل سوريا الساعة المباركة عيشة يا تفوزين على الأخت الموجودة على الأخو ولا مشاركة وبس ناوي تفوزين ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب حلو حلو الواحد لما يكون متفائل إن شاء الله يا رب فالك الفوز نعطي المايك حق اللي معانا الأخت إيمان من مصر إيمان من مصر من أين مصر يا إيمان؟ من المنصورة المنصورة؟ الله إيمان المخرج يقول تشوف الكاميرا حتى أهل المنصورة كلهم يشوفونك بص الكاميرا يا جماعة إيمان منصورة ترحب فيكم وتسلم عليكم إيمان جاية تفوزي على عيشة من سوريا ولا لا؟ قرب المايك شوية يا رب إن شاء الله يا رب تفوزين عليها أو هي تفوز عليك بالنهاية كلكم فايزين بحضوركم هني نعطي المايك هني مساك الله بالخير مساك الله بالنور يعطيك العافية الله يعافيك الحين هم يعني حريم صوتهم شوي عالي أنت ريال صوتك واضح شوي ارفع فوق خلينا نسمعك شو اسمك محمد عادل هلا الصوت الصح محمد كم عمرك 18 عندك ليسن للحين ما سويت الليسن قول إن شاء الله طلع يا رب وتاخذ الليسن وتفتر اكيد وتقضي كل مشاوير اهلك قول ان شاء الله ان شاء الله محمد يا تفوز عليهم ولا يفوزون عليك ان شاء الله فوز ان شاء الله تفوز زين طالع الكاميرا هناك قول انا محمد وتحداهم انا محمد وتحداهم صارت بينهم المسابقه عباره عن مشاهد فيديو محمد جاهز جاهز اكيد اكيد مو خايف ولا انا خايف بس المخرج لا مو خايف عطنا الفيديو اسألوا وراحوا ولفوا على بني اكسفورد في لندن تاريخ بعد تاريخ انا اول مره اسمع هالشيء يا صبري لا لا بي لا لا بي لا 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 سمعت يعني انت يوه على بني عدس دول يا سلام على بني عدس يا سلام عليهم شرب انما عليهم عيله عيله كبيره لندن. يا حلاوة السؤال صعب عدل تعرف مشهد هذا مر عليك من قبل نهائيا هي مسرحية هي مسرحية أكيد يشارك فيها فنان من مصر تحية حقه وأيضا فنان أيضا آخر من قطر اثنين من قطر عطني اسم فنانين اللي من قطر كانوا موجودين توهني واحد منهم اسمه غانم غانم شنو ما اسمع شعيطة قاعد يجاوبون ترى معاك شو اسمه غانم شنو شعيطة شو يقول غانم شعيطة غانم شنو شعيطة على صوتك غانم شعيطة السليطي ايه. عدل حلو الثاني شو اسمه عبد العزيز جاسم عبد العزيز شنو الجاسم يا السلام عليك المسرحية اسمها عنتر بن شداد لا مو بن شداد هو عنتر منو مع عنتر من اللي كان يكتب فيها شعر وحالته حاله وراح وحارب الدنيا كلها عشانها عبلة عنتر منو عبله
عنتر منو؟ عبله. يا السلام عليك وانت صح. مبروك محمد عديت. محمد عدى. بقى ايمان ونشوف ايمان. ايمان انا جاهز. انت جاهزه؟ ايه جاهزه. اكيد اكيد. انا جاهز وخايف. انت خايفه؟ المخرج يقول انا جاهز. دام انك جاهز عطنا. الله الله. فالكره في ملعبك دلوقتي. أرزاق كل واحد رزقه يا أيمن. أهلا يا عبد العال. أهلا يا سحسبو. صباحية بركة. الله يبارك فيك. خد بالك بقى، أنا عاوز أقول لك كلمتين مهمين قوي. إيه؟ عاوزك كده إن شاء الله تتجدع وتشد حيلك وتملنا البيت عيالي. ربنا يسهل. لا أنا متكل على الله وعليك في الحكاية دي. من الأعمال الكوميدية الجميلة يا إيمان، اسم المسرحية شنو؟ رايا وسكينة. مين؟ رايا وسكينة. يعني أنت من مصر وما تعرفيش اسم المسرحية؟ مين؟ أي مسرحية مين؟ مين مع مين؟ ما أنا بقول لحضرتك رايا وسكينة. مين؟ مش سامع والله. رايا وسكينة. متأكدة؟ بس كنا مو رايا وسكينة. لا متأكدة. وأنت صح؟ يا سلام، صفقوا لها تستاهل. بس مو هذا السؤال. السؤال يقول أبي اسم الفنانين اللي كانوا توهم موجودين في العمل، الرجالة اللي كانوا موجودين. عبد المنعم مدبولي رحمة الله عليه. أحمد مين؟ أحمد بدير. يا السلام، وهي الصح وتستاهل. فازت معانا بالجائزة أيضا. الحين ننتقل لروحك سوريا. سوريا عيشة تفضل. يعني مصر والكويت فازوا، بقى سوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يلا خايفة؟ شفتي حافة شو ما شاء الله، يعني هي من مصر وقلت لها قاها عمل من مصر. ما شاء الله. نشوف الحين يا رب. انا جاهز، انت جاهزة؟ ان شاء الله. مخرجنا نشوف. يا ابويا يا يمه يا يمه يا ابويا يا ابويا يا يمه يا يمه يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا لك هاي الكويت. هاي الكويت تعال انت. هاي الكويت. هاي لك هاي بس تضحك علينا. امشي هناك امشي. لا لك لا صدق هاي الكويت. هاي دي ايش كانت حلوه يا ابويا. لك هاي الكويت. هاي لك عبالك بباريس انت. لك يا باريس هاي امريكا. لا يا 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 صدق. اي والله دخيل الله. باوع انا باوع. باوع لك امشي. يعني عمل من الاعمال الجميله الكويتيه اللي كان فيها كبار ممثلين الكويتيين، عمل كوميدي جميل وفي هدف وفي قضيه ايضا اجمل. العمل شو اسمه؟ عيشة. لا أهم شيء، أهم شيء الإحباط مع عيشة. عيشة الكاميرا هناك، طلعيها ورفعي المايك خليه فوق وأبي أسمع الصوت. وعطيني خطوة قدام بعد، خطوة إلى الأمام وأنا راح أقرب معك شوية. نطلع مع بعض. اسمه سيف. سيف. سيف منو؟ العربي. ما أسمع. سيف العربي. سيف العرب. يا السلام وأنت صح. المشهد اللي توه طلع احد الفنانين الكوميديين المعروفين بالكويت وقاعد متعجب متعجب. شو اسمه؟ الاستعانه بصديق يصير، يعني ممكن تستعينين بخدمات محمد معانا في الحلقه وجاوب عنك. محمد قول لها شو اسمه؟ محمد قاعد يقول لها طرق علي. قولي. يا السلام وانت صح. راح اخصم منك هديه بعطيك محمد، يستاهل بعد. طبعا الكل فايز معانا، كلهم بياخذون هدايا وكلهم جاوبوا صح. وحلو ايضا ان المشاركين يساعدون بعض. تحياتي لكم، ان شاء الله كلكم دائما فايزين في حياتكم ايضا في البرامج تشاركون فيها. الحين بوزع الهدايا وبروح حق اول هديه لاختي عيشه، تستاهل من سوريا هذه الهديه الجميله. عبايه مقدمه اكيد من جيلات وقيمتها تتراوح ما بين 70 الى 60 دينار. عليك بالف عافيه خيتي، هذه الهديه الاولى. لا بعد ما خلصنا، بعد للحين الهدايا وايد والخير بقبال. طالعوا الكاميرا يا جماعه وانسوني انا، خلكم مع الكاميرا وانسوني انا. عيشه ترى اهلك الحين يشوفونك بالكاميرا، يعني انساني انا. هذه هديه من عبد الصمد القرشي، يقدمون لك هذا الكوبون من عندهم. عليك بألف عافية، يعني عبايه مع طيب. الوضع راح يكون ان شاء الله سعيد دائما وكله طيب وبخور وعنبر ان شاء الله. الله يسلمك. نفس الموضوع، كوبون من عبد الصمد القرشي، عليك بألف عافيه. استمتعي فيه واخذي الطيب منهم الحلو. وهذه العبايه ايضا مقدمه من جيلاتو للعبايات، عندهم فرع هني في المكان هذا، يعطيهم العافيه على هديه قيمتها ما بين 60
اي ما بين 60 الى 70 دينار عليك بالف عافيه وحياكم الله مشكورين ما قصرتوا. بقى محمد ابي بسالفه بروحنا انا وياه احنا رايحين مع بعض وننياز ان شاء الله. ولدك امر سبيع تبي المرشود؟ لا العبايه ما يستحق ريال بعطي المرشود انا ما يستحق ريال العبايه. يلا ما راح اردك. الحلو في الموضوع ان والد محمد موجود يقول عطى العبايه. طبعا محمد مو لك اكيد صح؟ حق منو؟ حق الوالده. تستاهل ان شاء الله. واحلى عبايه حق ام محمد طالع الكاميرا هناك محمد. احلى عبايه حق ام محمد يستاهلونها. هذه الهديه المقدمه من جيلاته للعبايات عبايات عليك بالف عافيه. وما خلصنا الحين بعد هديه حق محمد هديه وايد حلوه هي كوبون مسبق الدفع بقيمه 153 دينار كويتي مقدم من عياده تيجان للاسنان عنوانهم السالميه وايضا الفروانيه الفحيل والجهراء عليك بالف عافيه. راضي؟ سلم على الوالده. حياك الله يا محمد تحياتنا لك. العفو طال عمرك حياك الله. طبعا تحياتنا لكل الجمهور الموجود معانا للحين. الجوائز وايد شاركوا معانا وفوزوا بجوائزنا وخلكم لاخر الحلقه في سحب راح يكون ان شاء الله على 1000 دينار من شركه اوريد للاتصالات وايضا 200 دينار مشتريات من اطياب المرشود. خلكم معانا فاصل ونواصل معاكم وسحوبات هلا فبراير. بعد الفاصل نواصل معكم مسابقاتنا واكيد عايشين الفرحه والوناسه والاناسه في مركز المغاتير التجاري بمنطقه الفروانيه. مكاننا ما يضيع على طول جمعيه الفروانيه احنا على طول قباله. حياك الله تعال شارك معنا وايضا تعال تسوق في هذا المكان الجميل اللي فيه محلات كثيره مشاركه معنا في مهرجان هلا فبراير. واخذ الكوبون وحطه بالصندوق الموجود الخاص بالسحب. اشكناني عبد العزيز من التجار راح يسحب الورقه وان شاء الله يكون الاسم الخاص فيك موجود في الكوبون وتفوز اما بألف دينار كاش او سياره مقدمه من اكيد المهرجان سياره هيونداي 2016 اي 20 بالاضافه الى سحب يومي على 200 دينار مشتريات من اطياب مرشود. الحين بنروح الى السرعه والقوه والمتانه والتصويب مع دانا. مساء الخير. قبل ما تفوق شويه كم عمرك؟ 15. باي صف؟ تاسع. تاسع صعب تاسع صح؟ وايد صعب ها؟ شلون النسبه مالتك؟ 85 ما شاء الله يعني ترى زينة على فكرة يعني 85 بتاسع وايد زين. قول إن شاء الله. إن شاء الله 99 وتسعة من هذا من المية قول إن شاء الله. إن شاء الله 101 قول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يا يعني تفوزين عليهم ولا يفوزون عليك الشباب اللي معانا؟ إن شاء الله نجرب حظنا نجرب حظنا. أعطي المايك تفضل يبا. شو اسمك؟ حمد. حمد والله ونعم. حمد خايف صح؟ مرتبك نقوشي ارفع ارفع المايك فوق شوية. كم عمرك حمد؟ 10. 10 سنوات اكبر مني ما شاء الله عليك. انا 9 سنوات وما اعرف ها اشكره اني مو 9 سنوات. زين قول لي حمد بتفوز على اليمك ولا تفوز على دانا؟ ما تدري المفروض كل قوه يعني انا اتحداهم انا داش اني افوز عليهم تكون فيك ثقه كذي احساس. قول انا فايز ان شاء الله. انا فايز ان شاء الله. قول انا فايز ان شاء الله. انا فايز ان شاء الله. يا سلام عليك. عطل المايك حق اليمك. طبعا انت اطول واحد فينا ما شاء الله عليك. كم عمرك؟ 12 سنة. إيه أكبر مني صح؟ كم عمرك؟ 12. بعد مرة 12؟ يعني أمس 12 لو إذا شو اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز والله والنعم. عبد العزيز دانا وحمد بيفوزون. شو تقول لهم؟ ارفع المايك. إن شاء الله تفوز. بتفوز عليهم ولا لا؟ إن شاء الله. داش عليهم قوة ولا خايف ولا مرتبك؟ يعني ما أسمع عبد العزيز. يعني يعني؟
والله نشوف هذا الميدان يا عزيزان ونشوف اذا بتفوز ولا لا. الحين يلا خل نروح كلنا تحت مع بعض. يلا تعال دانا، يلا وقفوا هني، تفضلوا هني ورا بعض. دانا، حمد، عبد العزيز وراهم. عبد العزيز شفتوا الشخصيه الموجوده هذه هني يمي؟ شفتوها الصديقه العزيزه علينا في البرنامج؟ تشوفونها ولا لا؟ هذه الشخصيه عليها ارقام 1 4 3 2 6 5. مطلوب منكم شغله، مطلوب منكم ان صديقتي الشخصيه اللي دائما معانا في البرنامج، مطلوب منكم تصيبون الارقام اللي هي موجوده. بالنهايه انا راح احاول اجمع الارقام، بس ابي منكم طلب، لا تعوروا عيونها لان اليوم لابسه الماسك، فممكن تعور وبعدين تشكي علي انا. فركزوا عدل على الارقام، حلفتكم الارقام، مو تحوشون الجمهور، مو تحوشون المحلات. المصور اللي هني موجود ترى عادي حوشوه، يوسف حبيب عادي ترى، بس الجمهور والمحلات لا. اوكي جاهزين؟ ونروح بسرعه، نركض 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 ونحط طلقات من هني عدل، بس المسكي او شيء هني وهني. ايوه كذي. البنات البنات اجمل الكائنات، نحطهم اللون الوردي يستاهلون. ما ليش يحبوا الوردي وايد يعني؟ دائما البنات نبي اللون الوردي. زين يعني الازرق حلو، تحب الازرق؟ زين يلا يلا دانا دندونا ركزي، عندك من 1 ل 6. 1 2 3 شوتي. يا السلام يا بت واحد والواحد الله، بقى محاولتين ركزي عد مره. يلا دانا، لا انا توني قاعد اقول لك الساعه عيونها وعيونها، وصبتيها بالنص على العين. دوري اكبر رقم يا دانا، اكبر رقم. يلا الله، النظاره راحت، المصور كل الالوان صار. يلا ما علي، جبتي 1 وهاي نتيجه حلوه. دانا على الستيج، حياك معانا. يلا يا حمد، حمد يا حمد، حمد يا حمد، عاش حمد. يلا يا جماعه مع بعض كلنا، حمد يا حمد، حمد يا حمد. اشتيف على الجمهور كله يشجعك. يلا يا حمد ركز وشوت. الله شوي يسار، شوت. الله وحاشتني انا وصارت لويه هني. بعد مره، يلا حمد ركز. الله بعد مره حمد طلعت برا. يعني انت حمد اليوم جبت 0، ولكن ما راح تطلع 0، تطلع معاك جائزه. قول ان شاء الله حبيبي. اوقف مع دانا. عبد العزيز الكره ملعبك، السكور 1 وانت وحظك، فيعني شد حيلك بتفوز بالجوائز اللي تبيها، ما تشد حيلك هم بعد بتفوز بالجوائز اللي تبيها ان شاء الله. يلا 1 2 3 وركز على الارقام وابيك تفوز. نبيك شنو؟ حلو، شنو نبي نسوي؟ يا السلام عليكم، شوت. ركز ارمي. 6. لا 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 عزيز طلع مهين. السكوتي السكوتي شنو؟ هذه وين هذه؟ بعد بعد 6، بعد 6. يلا بعد مره 6. يا السلام 18. ابي اصور يم الرقم، مخرجنا بعد اذنك بصور يم الرقم هذا. 6 6 6 يساوي كم جمهورنا؟ 18 6 و6 و6 18. والف مبروك حق عزيزان، يستاهل. الف مبروك، تعال فوق تعال فوق، يعطيك العافيه. ما عليه، حاولت وحاولت، بس عزيز كان سريع وقوي. والحين بوزع الهدايا. اول هديه بتكون حق دانا من رواع جنيف، عليك بالف عافيه. عزيز اوقف هني، طلع الكاميرا. حمد تعش وجدك حبيب قلبي. دانا عليك بالعافيه من رواع جنيف، هذه الهديه فيها كوبون بعد داخل مشتريات، وبعطيك هديه ثانيه ان شاء الله تنال على اعجابك. هنشوف هديه حلوه شي مرتبه. اي هذه هذه كاهيه، طلعت طلعت هديه عباره عن ديزرت دوموند، اسم فرنسي كذي. ديزرت دوموند يقدمون لك حلويات ومعجنات، اماكنهم مجمعات اسواق القرين الجابريه الجهره. عليك بالف عافيه، حياك الله يا دانا. يلا يا حمد، حمد يا حمد، حمد يا حمد. حمد بعطيك هديتين، الهديه الاولى من تجان الاسنان اللي هي كوبون مسبق دفع بقيمه 153 دينار كويتي مقدمه من تيجان الاسنان، عنوانهم السالميه مجمع كنان، الفروانيه برج الملتقى، الفيحيل برج برج حور، الجهراء برج او مجمع مبارك العيار. عليك بالعافيه. وهذه الهديه جنطه حلوه فيها اشياء مرتبه وعلى علم الكويت، تروح فيها المسيره تعلقها، تحط فيها اغراضك ورا كذي عرفت، او تروح في المدرسه شهادتها تجنن. ها عليك بالعافيه، من اريده يعطونك هذه الهديه، عليك بألف عافية. وبعد بعطيك هدية ثانية تستاهل من عبد الصمد القرشي، هذا الكوبون عليك بالعافية، حياك.
انت الفايز، انت الفايز. عامر ايش تبي مني؟ قول لي. تدلل، طالع الكاميرا وقول، قول. لا تستحي، شو تستحي؟ شنو؟ بتكشخ فيهم، بتحط العطورات وكذي. افا عليك، ما طلبت شيء. وهذه احلى اطياب المرشود حق احلى عزيزان اللي جاب اليوم 18 نقطه. وبعطيك هديه ثانيه ان شاء الله تستاهلها، اللي هي عباره عن كوبون مسبق الدفع بقيمه 153 دينار كويتي من اي عياده؟ تيجان الاسنان. ما اسمع عزيز. تيجان الاسنان. اقوى. تيجان الاسنان. عليك بالعافيه، تستاهل، حياك الله عزيزان، الساعه المباركه. صفقه ولا يستاهل على صفقه؟ وصفقه بعد حق حمد يستاهل، وحق دانا بعد تستاهل، وانتم كلكم تستاهلون. بعد الفاصل راح نواصل معاكم وسحوبات هلا فبراير 2016. مسابقات، وكني موزع الارقام غلط، صح الارقام ولا غلط؟ لا صح حشوه. اكيد مسابقاتنا راح تكون عباره عن فريقين، كل فريق عنده ارقام وكل واحد عنده رقم بيده. راح اقول رقم واكتبه على السبوره اللي هناك موجوده على اليسار، وابيهم يشكلون الرقم المكتوب واللي انا اقوله، والفريق اللي شكل ارقام اكثر واحد راح يكون هو الفريق الفائز. جاهزين ولا مجاهزين؟ ما اسمع. جاهزين ولا مجاهزين؟ شو اسمك؟ فهد. شو اسمك؟ عبد العزيز. شو اسمك؟ حنين. حنين والنعم. شو اسمك؟ سعيد. والله والنعم. شو اسمك؟ مريم. وانت شو اسمك؟ عبد الله. يلا خلينا نشوف الفريق على اليمين وعلى اليسار يفوز معانا. واول رقم راح يكون، راح استعد عشان اكتب الرقم هني في السبوره. رايح للسبوره يا جماعه، وركزوا معاي. الرقم هو، شوفوا قدام وسمعوا، شوفوا قدام سمعوا، رقم 524. 524. 5 2 4. الله، الفريق اللي على اليمين هو ياب النقطة الأولى، النقطة الأولى للفريق اللي على اليمين. 1-0. أبيكم تركزون، سمعوا الرقم، كل واحد يكون حافظ رقمه ويسوي الرقم صح، تحركوا بسرعة. أوكي جاهزين؟ يلا الرقم اللي وراه، الرقم اللي وراه 245. 245 بسرعة. لا 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 لا، ما يصير تعادلوا مع بعض، ما يصير بدل ارقام، الرقم يكون عندك تتغير انت بمكانك. يلا واحد الكل، اخر محاولة وما حد يبدل ارقام. 425. 425. 400 وفاز الفريق على اليمين، والف مبروك للفريق على اليمين، ونوزع عليهم كلهم الجوائز، اسرع جوائز لهم. 1 2 3 4 5 6 جوائز جاهزة الحين من أريد اتصالات، أوزعهم عليكم. مسك حنين، بالعافية عليك، امسك حبيب قلبي، عليك بالعافية. وانت فهد صح؟ هذه هديتك، تفضل فهيدان، عليك بالعافية. لحظة، لأن وايد فيها حبال، امسك هذا تلها، عليك بالعافية. امسك حبيب قلبي هديتك، وهذه هديتك، وهذه هديتك، وهذه حقنا. لا بخليها هناك حق الجمهور، حق عدنان ود المخرج، يستاهل اكيد. طبعا وزعك هدايا ثانيه، عندي مجموعه هدايا للفائزين اللي هي عباره عن كوبونات من عبد الصمد القرشي. امسك يبه، عليك بالعافيه. وهذا كوبون من عبد الصمد القرشي، هذا كوبون من بينت بول كويت، اشتراك بقيمه 55 دينار كويتي.
اكيد مكان مخلف الابراج، وانت بعد من بين بول كويت عليك بالعافيه. هذه الهديه شيل العلم فوق حبيبي، عليك بالعافيه تفضل. وبعد عندي هدايا ثانيه بوزعهم، اشتراك لمده سنه كامله من الانباء مرآة الحقيقه، عليك بالعافيه حبيبي وعليك بالعافيه تفضل. حياكم الله معانا الساعه المباركه ومشكورين. الارقام اعطوني اياها، ايوه حطوهم 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 بالارض 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 بالارض، انا اشيل بعدين حطوهم. مشكورين، لا بس اسمع الارقام الارقام يا جماعه. يلا مشكورين، يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، روحوا عند الجمهور واستانسوا بالهدايا وحياكم الله معانا. خلصنا الحين هذه المسابقه، بناخذ فاصل، وان شاء الله بعد الفاصل راح نواصل معاكم في برنامج سحوبات هلا فبراير 2016. طبعا فاصلنا هو اكيد للتوقف لحلول الفتره الدينيه لاذان العشاء حسب التوقيت المحلي لدوله الكويت وضواحيها. انقلب فبراير فبراير، قلنا له سلام سلام، فبراير فبراير، اهلا يا سلام سلام سلام. مساكم الخير مرة ثانية، ومستمرين معاكم في برنامج السحوبات هلا فبراير، واكيد احنا سعيدين بهذه الفعالية الجميلة من خلال هذا المكان الجميل مركز المغاتير التجاري بمنطقة الفروانية. انا سعيد ايضا بوجود خواتي من مملكة البحرين، حبايبنا واخواننا، الله يحفظهم ان شاء الله. الخوات الموجودة معنا هني، تعرف عليك؟ معك يسرى من البحرين. من البحرين والله والنعم. يسرى زينب. زينب إباء. ما اسمع. إباء. إيمان والنعم. لا لا إباء. إباء. بعد مرة أسأل، أنت تقولي إباء والنعم، ترى حلو الإباء الواحد لما يكون كذي أبي، وإن شاء الله يا رب فاركم الفوز. سؤال سريع لكم ثلاثتكم، اللي تجاوب عليه لكم كلكم الهدايا. مهرجان أهل فبراير 2016 شعاره شنو كان؟ كويت ال كويت المحبة، كويت الخير، كويت العطاء. العطاء. بسمعها كاملة. كويت العطاء. يا سلام عليك، واحلى تحيه لاهل البحرين اكيد وكل البلدان العربيه. هذه هديه مقدمه من اقل مرشود، عليك بالعافيه. وهذه هديه من رواع جنيف، عليك بالعافيه. وهذا كوبون مسبق الدفع بقيمه 153 دينار كويتي مقدمه من تيجان الاسنان، عليك بالف عافيه. حياكم الله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ان شاء الله يا رب. طبعا تحياتنا لكل البلدان الخليجيه، اخواننا وحبايبنا الاشقاء الموجودين معانا في مهرجان هلا فبراير. بناخذ فاصل، وبعد الفاصل انا واخوي عبد العزيز الشكناري بنسحب الألف دينار كاش من اريدو، واكيد اطياب المرشود 200 دينار مشتريات بعد الفاصل. انقلب فبراير فبراير، قلنا له سلام سلام، فبراير فبراير، اهلا يا سلام. والحين الحين 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 بنسحب السحب الاول اكيد للفائز ان شاء الله. نرحب بالسيد عبد العزيز الشكناني من وزاره التجاره الممثل لهم اليوم في هذا السحب، مساك الله بالخير. الله بالخير اخوي مشاري. يعطيك العافيه. الله يعافيك. جاهز السحب؟ جاهزين. جوازنا اليوم شنو؟ اليوم عندنا عباره عن جائزتين، الاولى عباره عن مبلغ قدر 1000 دينار من اريدو، والجائزه الثانيه عباره عن كوبون مشتريات بقيمه 200 دينار من الطياب المرشود. ان شاء الله يا رب نعرف الحين سعيد الحاضر راح يفوز بال1000 دينار كاش وال200 دينار مشتريات من اطياب مرشود. نبدي بمنو اول شيء؟
بالألف دينار نبدي بالثقيل ها. بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله ونبدي معاكم السحب. وصارت يا جماعة ثواني ونعلن لكم اسم الفائز الأول إن شاء الله. إن شاء الله نتعرف الحين عليه ومنه سعيد الحظ أو سعيد الحظ اللي بيفوزون بألف دينار كاش من أريده للاتصالات. يلا هذا صندوق قربناه شوي. يعطيك العافية عبد العزيز. بسم الله. يلا تعالي يا حلوة أنت تعالي. اختاري كرت وعطيه حق الأستاذ عبد العزيز. يلا بنيتي ربي يحفظك. والفائز الأول خلال لحظات ألف دينار كاش من أريدو. الفائز الأول كبور رقم 1006753 سلمى عبد السميع فواز. سلمى عبد السميع فواز ألف مبروك ألف دينار كاش من أريدو. صفقة تستاهل عليها بألف عافية. الحين نسحب الجائزة الثانية عبارة عن 200 دينار مشتريات من أطيب مرشود. تفضل بنيتي سحب الكرت وعطي على طول الأستاذ عبد العزيز. تفضلي تفضل. الفائز الثاني كوبو رقم 574826 خليف عواد. خليف عواد خليف عواد ألف مبروك فزت ب 200 دينار مشتريات من أطياب المرشود. عليك بألف عافية ونبي أحلى صفقة من جمهورنا يستاهل. كل الشكر لك السيد عبد العزيز كناني على هذا السحب. تحياتنا لك. يعطيك العافية. طبعا كل الشكر أيضا لكم مشاهدينا كنتم معنا في حلقة مميزة من برنامج سحوبات فبراير 2016. وحب أيضا أشكر شركة ومعاهد سبالون للصالونات على الرعاية لي في هذا البرنامج مع تحيات أكيد السيد نائل عنبة وتحياتي للكوافير في راس عمار فارس. عمار فارس والنعم فيه كل الشكر له. كنا معكم في هذه الحلقة والبعد معكم إن شاء الله باكر وسحب على سيارة هايونداي آي 20 في برنامج سحوبات هلا فبراير 2016. في أمان الله. انقالوا فبراير قلنا له سلام فبراير أهلا يا سلام يا سلام.